هذا مسوء تقدير، هذا تقدير سوريالي، كلام من الواقع يعكس واقعنا الانعزالي. فسر مثل ما تفسر يبقى المعنى قلب الشاعر، مستر كونسبشن يطرح افكار مفهومة من العاقل. ميس كونسبشن عهوى راديو سوريا، خليكم معنا لنعرف شو هي ميس كونسبشناتنا لليوم. أهلا وسهلا فيكم بهاي الحلقة، معي أنا السيد كونسبشن وتابعه ماتي. بهاي الحلقة رجعت لكم أنا بعد ما استعدت مكانتي ببرنامجي، ورجعت الميسز كونسبشن الوهمية لبرامجها مشكورة بعد الحلقات الخاصة بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية. وبهي الحلقة من برنامجنا ذو الرؤوس الثلاث رح نرجع لمفاهيم الكرتون بالسياسة، ومن مفاهيم السنافر بحلقات غابرة. هلأ نحن بحلقة بعنوان سياسة توم وجيري بسياسة جبنة كيري. لك مو وزير الخارجية، الجبنة الحقيقية. هذه الحلقة ليست برعاية أي نوع من أنواع البقر الضاحك. أكيد كتيرين عم يتساءلوا شو دخل توم وجيري بالسياسة، سواء سورياً أم عربياً أم إقليمياً أم عالمياً، وخاصة أنه نحن بهالعالم العربي كلنا عم ناكل قتل، سواء كلنا جيري ولا توم. عن جد مستر كونسبشن، يعني شو دخل هي بالسياسة؟ أها سألتني يا عروة وعندي الجواب. بتتذكر بحلقة من حلقات توم عن جيري لما كانوا توم وجيري وصديقهم الكلب يلي ما حدا بيعرف اسمه لهلأ عم يتصفنوا بالحيطان، وفجأة ومن غايب علمه بتسلت من شاحنة قطعة لحمة. هالقطعة بتجننهم وبيبلشوا يتخانقوا، كل واحد بده ياخدها له. بعدين بيقرروا يتفقوا ويقسموها، وهنا تبدأ عملية تقسيم الحدود اللحمية. شي بيرسم الكلب حدود لحمته الوطنية أكبر من حدود لحمة توم وجيري، والعكس صحيح، والعكس الثالث كمان صحيح، لا يرجعوا يتخانقوا مثل الأول وما حدا يأكل اللحمة. كانك عم تحكي عن حدا نعرفه. هلأ بيسمعونا. اسمع، توقعي بمحله. ايه بمحله. المهم، هذا شكل من أشكال السياسة توم جيري. هاي السياسة بتتمثل بأكثر من هيك، هاي علاقة عضوية وبتربط توم وجيري ببعضهم، مثل الأنظمة القمعية بكتير مناطق دائما بترتبط بعدو علاقة غير قابلة للانفكاك. وبذهاب العدو والخطر الداهم من شق كتاب القومية ومنكسر الدف ومنبطل نرقص. لك شو؟ ما فهمت، وضح لي. سمعان بجرايد اليسار اللبناني وما لف لفهم والسبعت نعامهم. يا عيني عليك، هدول الجرايد عمين بيحكوا بالعادة؟ مع الأنظمة وخاصة النظام السوري الدكتاتور. وبعد الثورة السورية كمان ضلوا يحكوا عن النظام السوري، بس استبدلوا كلمة ديكتاتور بكلمة الممانع. أها انت عيني، هي هي العلاقة توم جيري بمجال السياسة العربية. يعني يا أبا قصي، لا توم فيه يعيش بلا جيري، ولا جيري فيه يعيش بلا توم. والكلب هو أصل الحكاية. يعني بالنهاية عناصر الحكاية بدها كل الأطراف قاطبة تكون مشتركة بهي الحكاية. لما بيقع توم بفخ ثوري وبياخدو على ملجأ القطط، مين بيطالعه؟ جيري. ولما بيكون جيري قاب قوسين أو أدنى من أنه يلقطو جيري ويعمل منه منسف، مين بيعرفوا عنه بآخر لحظة؟ توم أكيد. وأكيد بتتذكر مجموعة القطط اللي دخلت لحياة توم وجيري، من القط الآلي للقط الأسود للقطط الثلاثة الصغار اللي عاملين عصابة للقط الإيطالي المافيوزو. مين كان يطالعون برات الحكاية لتصفى القصة بس بين توم وجيري؟ العمش. العمش ايه والله، هدول مو أعداء، هدول أصدقاء. ولا قلك رح أقرب لك ياها أكتر. بس انت تذكر الغارات يلي كانت تحصل فجأة وما حدا يعرف ليش. العمى، هلأ احنا لساتنا عم نحكي على توم وجيري؟ انت حسبها لحالك. على فكرة انت دمرت لي كل ذاكرة الطفولة.
ما بيكفي كل ما اتذكر بابا سنفور بتذكر بيت الاسد. هلا كل ما بدي اتذكر توم بده ينط بوشي غسان بن جدو. شو دخل غسان بن جدو؟ يعني ما ناقص غير تعمل حلقه بعنوان جزيره الكنز وسياسه وليد المعلم او سياسه الليدي اوسكار وعمران الزعبي. هلا بشي حلقه رح امرق لك فيلم مدغشقر يلي فيه اسد وزرافه بنفس الحلقه، شو رايك؟ اسد وزرافه؟ اسد وزرافه؟ لا تزعل، في كمان سعدانين وخرتيت. على كل حال نحن بنرجع لكم بعد الغنيه مع ميس كونسبشناتنا الغنيه. رجعت لكم مع ميس كونسبشناتنا بهالحلقة عن السياسة توم جيري. ميس كونسبشن 1. عفكرة يسار اليسار مو يسار متطرف، هو يمين. صف على اليمين، هات الهوية. Misconception 2، يمين اليمين هو مو يمين متطرف، هو يسار. لا، الله أعلم. Misconception 3، النجدة النجدة، فأرهم في البيت فأرهم في البيت. لا تخافي أبدا، فإن الفئران تخاف من القطط. النجدة النجدة، لا تخافي أبدا، فإن القطط تخاف من الكلاب. النجدة النجدة، كلب في البيت كلب في البيت. لا تخافي أبدا، فإن الكلاب تخاف من الفيلة. النجدة النجدة، فيل في البيت. لا تخافي أبدا، فإن الفيلة تخاف من الفئران. النجدة النجدة، فأر في البيت فأر في البيت. في المرة القادمة سأستخدم مصيدة الفئران. Misconception 4، بتتذكروا القطة يلي كانت بتوم أند جيري؟ بشار الأسد صرح مرات ومرات أننا مع المقاومة. لك مو هي يا عروة. عفوا أنا آسف طبعا. لقد عرفتك منذ اللحظة الأولى التي رأيتك فيها. Misconception 5، عفكرة اسم الكلب بتوم وجيري هو اسمه سبايك، بس ما منتعب حالنا ومنقرأ اسمه المكتوب على باب بيته. Misconception 6، نقرأ لكم من موسوعة الويكيبيديا. تتركز جميع الحلقات حول القط توم الذي يحاول في كل مرة مطاردة الفأر جيري. في حلقات قليلة يحاول توم أكل جيري، لكن في حلقات أخرى تتم المصالحة بينهما. ويكمن سبب مطاردة توم لجيري هو محاولة الأخير إفساد منزل سيدة القط توم وأكل طعامها الذي تأتمن عليه توم. ويقوم جيري بمحاولات أخرى لاستفزاز توم، مثل إنقاذه للفرائس التي يحاول توم أكلها كالبطة الصغيرة والسمكة الذهبية وعصفور الكناري.
ونادرا ما ينجح توم في الإمساك بجيري لمهارة جيري ومكره وذكائه، ولكن في أحيان كثيرة يكون الحظ هو العامل الأساسي. وتبدو العلاقة بين توم وجيري على أنها علاقة حب للمضايقة أكثر من الإزعاج والرغبة في التخلص من الآخر. ويظهر في بعض الحلقات اهتمام وعناية كل منهم بالآخر، مثل حلقة توم والأسد. Misconception 7. النجدة النجدة، فأر في البيت، فأر في البيت. في المرة القادمة سأستخدم مصيدة الفئران. Misconception 8. لسبب أو لآخر دائما كان جيري يلي بيعمل مقالب بتوم هو يلي بينال التعاطف، بينما توم المسكين هو يلي بيتلقى اللوم. لك حاج دمرت افلام الكرتون، لك حاج حاج. Misconception 9. ياما ماتوا توم وجيري بالحلقات وشفنا روحهم عما تطلع وضلوا لاحقين بعض لسابع سماء. Misconception 10. عفكرة توم وجيري هيمو افلام كرتون. عفكرة ما عاد اشتغل معك. وهلأ وصلنا لنهاية ميسكونسبشناتنا حول السياسة توم جيري، وهلأ بترككم أنا مع برامجنا اللي مكفية كمان وكمان. ولا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعنا سوريالي.com، وكمان صار فيكم تسمعونا على FM يوميا من الساعة 6 لساعة 9 على هوا سمارت بمناطق إدلب وحلب واللاذقية على تردد 99.6، ومناطق دمشق وحمص وحما على تردد 103.2. وأنا بشوفكم الحلقة الجاية. باي. هذا مو سوء تقدير، هذا تقدير سوريالي. كلام من الواقع يعكس واقعنا الانعزالي. فسر مثل ما تفسر يبقى المعنى قلب الشاعر. مستر كونسبشن يطرح أفكار مفهومة من العاقل. ميس كونسبشن عهوى راديو سوريا. خليكم معنا لنعرف شو هي ميس كونسبشناتنا لليوم.